على كل حال احنا دفاع الضحايا قررنا باش اليوم نديروا هاد الندوه الصحفيه على اساس اننا نبلغوا للراي العام واحد مجموعه من الرسائل. الاهم ديالها في نظري هي المتعلقه اولا باخبار الراي العام الوطني والدولي على اننا كدفاع وبعد الاستشاره فيما بيننا والاستشاره مع الضحايا وذويهم قررنا ان نطعن بالنقد في هذا الحكم الصادر عن محكمه الجنايات استئناف بالدار البيضاء، كما ان هذه الندوه قررنا تنظيمها نظرا لما وكب منطوق القرار الاستئنافي جنايات لدى محكمه الدار البيضاء من لغط وكلام ومزايده من عده اطراف اما مواليه للسيد توفيق بوعشرين او من بعض ما تبقى من دفاعه او من بعض لا 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 من بعض الساده النقباء الذين لم يكونوا ينوبون في الملف واللي كنكنوا لهم كل التقدير والاحترام واللي كيشكلوا هامات قانونيه وحقوقيه، ولنؤكد لهم ومن خلالكم ومن خلال هذا المنابر ومن خلال هذه الندوه للراي العام الوطني على ان قضيه بوعشرين توفيق هي قضيه عاديه، قضيه مرتبطه بقانون جنائي ومرتبطه بافعال اجراميه معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، تتعلق بالاغتصاب، تتعلق بالاتجار في البشر، تتعلق باستدراج نساء من أجل البغاء وتصويرهن برضاهن، وبأنها لا علاقة على الإطلاق ولا مقارنة بينها وبينه وبين سنوات الرصاص. سنوات الرصاص التي قال عنها أحد السادة النقباء اعتبر بأن الحكم القضائي الصادر في هذا الملف يعيدنا إلى سنوات الرصاص، أقول له حاشا لله أن يكون هذا السيد توفيق بوعشرين في مستوى تضحيات الجسام للأسر والمناضلين الذين اعتقلوا في درب مولاي الشريف وتزمن مارت وقلعة مكونة وغيرها الذين اعتقلوا اعتقالات تعسفية من أجل قضايا تهم الوطن، من أجل حقوق الإنسان، من أجل سيادة دولة الحق والقانون، من أجل بناء الديمقراطية، ولم يعتقلوا من أجل استغلال جنسي أو استعمال نفوذهم. بل هذا الجيل الذي ننعم جميعا بفضل تضحياته وبفضل الإنصاف والمصالحة وبفضل الإرادات المتعددة في هذا الوطن التي اتفقت على مصالحة جماعية، الذي بفضله ننعم بهذه الحرية، جعلوا من المرأة قضية مركزية في نضالهم عكس السيد توفيق بوعشرين الذي داس على المرأة بتحت أقدميه ووصل به الحد إلى استعبادهن والاتجار بهن، بل أكثر من ذلك ما مارس عليهن أبشع صور الاستغلال الجنسي إلى أحد أن أحد الضحايا قالت أودي كوكان حيوان كوكان رؤوفا بي. ولذلك وجب في هذا المقام أن نقول تعلمنا من نقبائنا من الهامات الحقوقية ألا نصدر أي رأي على أي قضية ما حتى نطلع عليها. فلذلك بكل تقدير وبكل الاحترام الذي أكنه للنقيب بن عمر والنقيب الجامعي كان عليهم أن يطلع على الملف وأن يتبين الحقيقة قبل أن يطلق أي وصف على الحكم. أنا بدوري لست راضيا على هذا الحكم لأنه لم يرقى إلى مستوى جبر الضرر الذي لاحق بالمنوبات عنهم، ولذلك ننظم هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء على هذه النقاط. وبالنسبة كذلك هذه الندوة الصحفية ننظمها من أجل أن نبلغ للرأي العام أقوى لحظات هذا الملف منذ بدايته إلى الآن واللحظات الهامة والقوية، وهي الشرعية ومشروعية الإجراءات، واللحظات القوية كذلك هي حضور المشتكيات بدون خوف وبدون تردد وبدون خجل من الموروث الثقافي ومن النظرة الدونية التي تتشكل في مخيلة المغربي والمغربيات والعربي والعربيات تجاه المرأة وتجاه قضايا الجنس.
التي ينظر إليها الإنسان المغربي في نمطه التفكيري والثقافي بشكل دنيوي، وحضرنا وهن مرفعات الرأس، ومن أجل أن يقول كفالي هذا النوع من الممارسات التي تمارس في دهاليز المكاتب وفي الإدارات وفي غيرهم، تجرأنا وفضحنا المستور، ولم يكن هنالك أي تواطؤ بين الأجهزة الأمن أو النيابة العامة. تقدمنا كمواطنات، أخذت النيابة العامة بشكايتهن، أعطت تعليمات في ذلك، ضبطت ما تم ضبطه. واللحظة القوية كذلك في هذا الملف هي لحظة الخبرة التي أجريت على المحجوز الذي ضبط بمكتبه والذي أنيطت به إلى الدرك الملكي، والذي بيّن بالملموس على أن تلك المحجوز هو محجوز صحيح وليس في أي تحريف أو تزوير. واللحظة كذلك القوية بالنسبة إلي، وهي لحظة الرسالة التي وجه الفريق الأممي بجنيف للضحايا، والذي يعتذر فيها لهؤلاء الضحايا ويقول لهن اسمحوا لنا أننا لم نكن على اطلاع وعلى بينة من واقع الوقائع الحقيقية لهذه القضية، وتأكيده على ثقته في القضاء. أهم لحظة هامة بالنسبة إلي هي اللحظة التي صدر فيها الحكم وتم التواصل مع الضحايا، وكما تقولوا بالدارجة برد خاطرهم شوية، لأن وحدة فيهم وصلت إلى درجة الانتحار. لذلك نؤكد لكم على أن الندوة الصحفية تأتي في سياق إبلاغ الرأي العام، على أننا قمنا وباقي الزميلات والزملاء سيقومون بالتصريح بالنقد، لأن آخر أجل غداً